هنا لندن أونتاريو، حيث يحتفل ناظم قدر اليوم بفوزه بكأس ستانلي كأول عربي مسلم يرفع الكأس الأشهر في عالم الهوكي. اليوم يوم تاريخي بامتياز لمسلمي لندن ومسلمي كندا أجمع، حيث الرسالة واضحة تماما من حيث اختيار المسجد لاستضافة الكأس، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها كأس ستانلي دار عبادة إسلامي. حدث اليوم يأتي بعد عام ونيف فقط من الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل 4 أفراد من عائلة أفضل المسلمة يوم 6 يونيو حزيران من العام الماضي بهجوم ذو دوافع مبنية على كراهية الإسلام. واليوم تضمد لندن جراحها وتنفض عن كاهلها سردية رفض الآخر، وتقول عبر احتفاليتها اليوم أن مسلميها هم جزء من النسيج المجتمعي الكندي. وها نحن نحتفل بفوز ناظم قدري بكأس ستانلي في المسجد. احتفالية اليوم رسالة واضحة من المجتمع العربي والمسلم، تحمل أملاً لأبناء الجالية وتحمل الحب لبقية أبناء المجتمع الكندي من خلال الرياضة الأقرب لقلوب جميع الكنديين، وهي رسالة أكدتها كلمات الحاضرين اليوم. Well, just anything can happen, you know. By the grace of God, I think you believe in your dreams and you can achieve them. And you know, I think this is the first time anyone's ever done this, so you know, it can be accomplished. الحمد لله. الحمد لله. يا الحمد لله انه هذا الشيء بيقص كل البلد، ونحن ربينا بهالبلد ومبسوطين انه فينا نشير with the بلد. انا اللي عرفته انه لازم هو اليوم محط ما هو بسببك انت وسببك. يا الحمد لله. حلم كان انت زمان انت تلعب كمان هوكي. انا يقول لك الصراحه ما لعبت بالهوكي، لعبت غير الهوكي، بس كنت بتمنى انه العب الهاكي، وشفت الرفقه اللي كانوا بيلعبوا هاكي قلت انه بس يجي لي ولد رح حبته بالهاكي ان شاء الله. It honestly feels so surreal just having our community around us supporting us all the way. It means a lot to us as a family, and just having everybody together is it's a dream. يعني لا اجمل من ايات الله تلخص تلك الرسالة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الجالية التي عانت لأكثر من سنة من الجريمة النكراء التي حلت في مدينتنا، بعد هذه السنة من المعاناة يأتي الله سبحانه وتعالى بمناسبة نحتفل بها بفخر واعتزاز. It feels amazing because I've known him my whole life. And then, like, just knowing that he accomplished something this great is just amazing. It feels really nice, alhamdulillah. لا شك أن احتفالية اليوم لا يمكن أن تشفي جرحا غائرا بقدر ما جرى يوم 6 يونيو حزيران، ولكنها بلا شك تلقي الضوء على دور المجتمع العربي المسلم ومساهماته في كندا. لأمن نيوز، وسيم زيتون، لندن، أونتاريو.